معكم متابعينا الأعزاء في هذا الموعد الرياضي. انتهت اللحظة مباراة المنتخب الوطني الجزائري ونظيره المصري بتعادل هدف في كل شبكة. مباراة كانت مثيرة وكانت كبيرة وكانت مباراة ودية لكن بتوابل رسمية كما كنا نتحدث عنها قبل قليل. نتحدث عن مباراة الجزائر ومصر مشاهدين ونرحب بضيوفنا الكرام. سامر حوحو أهلا وسهلا بك. مساء الخير إبراهيم. حسين أشيو أهلا وسهلا بك معنا. كنت تتفاعل بطريقة غير عادية في الكواليس حتى المباراة معك أنت ما كانش ودية بكل صراحة. لا ما فيش مباراة ودية الآن، شفنا يعني حماس تاع المباراة والندية اللي كانت فيها مباراة، قلنا هي مباراة كلاسيكو ولو ودية ولكن كانت قوية خاصة من ناحية البدنية والالتحامات. شفنا يعني كل فريق كان حايب يفوز ولكن المباراة انتهت بهدف لهدف. المباراة انتهت بهدف لهدف بشكل عام. سامر حوحو، نتيجة انتهت بالتعادل بين الجزائر ومصر. المباراة كانت قوية، التحامات وصراعات ثنائية من العيار الثقيل، وحسب رأيك هذه النتيجة كانت عادلة؟ ما فيها الودية إلا الأسم، يعني شفنا يعني اندفاع بدني كبير خاصة زاد في الانتونسيتي اون دوزيام ميتون في المقابلة. نظن تعادل متكافئ يعني خاصة في الضغط مع يعني في الدقائق الأخيرة تاع الفريق الوطني وين كلل بهدف، ولولا التسرعك ممكن كنا شوية ثبات كنا قادرين ممكن نزيدوا هدف ثاني. ولكن عموما إبراهيم مقابلة يعني فريمون بروفا صح تاع لا كوب دافريك اون بريفيزيون لا كوب دافريك بين دو غراند زيكيب يعني اللي يطمحوا باش يلعبوا الأدوار الأولى. دونك مقابلة وفت بكل وعودها. نعم إبراهيم، نذكر فقط بأن المنتخب المصري افتتح باب التسجيل في الدقيقة 62 عن طريق حمدي فتحي، والمنتخب الوطني الجزائري عدل النتيجة عن طريق سوبر إسلام سليماني في الدقيقة 4 من الوقت البديل عن الضائع برأسية محكمة تجاوزت جدار الصد بالنسبة للمنتخب المصري، وهو الحارس المتألق الشناوي. سليماني دخل كبديل وقلب الموازين في هذه المواجهة بعد تمرير الدقيقة من اللاعب يوسف عطال الذي وجد صعوبة كبيرة في شوط المباراة الأول مع تحركات كثيرة للاعب تريزيغي. المباراة انتهت بهدف لهدف. كنا نتابع الآن هدف سليماني. حسين أشيو، سليماني انتقده كما شئت، قل عنه ما شئت فوق المستطيل الأخضر بطبيعة الحال، لكنه يرد في بطريقته وبطريقته الخاصة. دائما حاضر سليماني، أحسن هداف يعني للمنتخب الوطني. كل ما يعني نكونوا في مشاكل ومأزق يأتي سليماني ويسجل كالعادة. هذه مباراة ودية ولكن احنا نسينا، رحنا دائما كنا نحوس على النتيجة، هذه ما فيهاش نقاط ولكن فيها دروس كثيرة، فيها دروس كثيرة خاصة أن المنتخب المصري لعب بعشرة لاعبين، وهنا اللي لازم يعني المنتخب يعني جماعيا وفرديا لازم نستفادوا من هذا التفوق العددي. اليوم ما شفناش هذا الشيء، نظن كنا غايبين فرديين وجماعيين في الشوط الاول. الشوط الثاني كنا ننتظر ردة فعل ولكن شفنا كذلك رغم النقص العددي فريق المصري كيفاش يعرف يحتفظ بالكره، وهذاك الشيء اللي افتقدنا عليه احنا. تسرعنا كثير، كنا حابين نسجلوا وما عملناش الشيء اللازم باش نسجلوا. لما نفعل الشيء اللازم للتسجيل في هذه المواجهة التي كانت صعبة، هل نستطيع القول حسين أشيو بأن المنتخب الوطني الجزائري لا يزال يملك صعوبات في البناء عندما نواجه فريق يكون منظم جيدا من الناحية التكتيكية، يكون ربما متفوق في النتيجة كمباراة اليوم أمام المنتخب المصري، نجد صعوبة في بناء اللاعب ما عدا الهدف الذي وقعه سليماني ب ارتقاء عالي ورأسية محكمة دخلت الشناوي؟ شوف أنا نعطيك يعني لقطة واحدة تلخص كل شيء. مرة واحدة محرز دخل وسط الميدان وعطال مشى في مكانه، مرة واحدة فيه تحرك للاعبين اثنين، لاعب حامل كرة تبدل أماكن، محرز دخل جلب معه لاعب وسط الميدان خلى الفارغ، عطال مشى في الفارغ تلقى الكرة مرر
وسليماني هدف، عملناها مرة واحدة. من غير الممكن أنك تلعب 11 وتعطي تشكيلة ولاعبين تمد الكرة وتبقى في مكانك تمد الكرة. احنا اللاعبين بيدوا الكرة مشكل كبير، ما نعطوش حلول، ما نعطوش حلول. الشيء اللي يعمله المنتخب المصري بالنقص العددي، ولو يكون اللاعب يعني مدافع يمد كرة ويمشي يعطي حل. دائما هاد التنقلات التحركات اللي خلاو المنتخب المصري ما يبانش باللي راه ناقص عدديا، ودائما في تحركاته لقى روحه دائما في التفوق العددي على الاطراف، وهذا الشيء اللي عطانا صعوبات كثيره. انا نظن لما تلعب الكره وما تتحركش وما تمشيش وما كاش لي بيرميتاسيون وما كاش لي روتاسيون بين اللاعبين، ما تقدرش تخلق اللعب. عمل من هذا؟ عمل اللاعبين فوق الميدان أكيد. او عمل المدرب أكيد. في التدريبات؟ عفوا المدرب يحضر هذا الشيء في التدريبات، ولكن على اللاعبين لازم يجسدوه فوق ارضيه الميدان. انت لاعب، انت تشوف فارغ، لان في كره القدم كاين حامل كره وكاين لاعبين كلهم الكره يحملها لاعب واحد. لو كلهم يبقوا واقفين في مكانهم ما راحش تلقى حلول. لازم لاعب يعمل تمويه يمشي بدون كره ما ياخذهاش، الاخر يجي مكانه يطلب. ولازم اللاعبين اللي بدون كره يتحركوا باش تصنع، باش يخلقوا الفراغات اللي تقدر تطلب فيهم كره، لان المنافس لما تتحرك راح يمشي معاك وتحرك هذيك الكتله ومن ثم تلقى فراغات. الشيء اللي ما عملناش اليوم، انا نضل لعبنا كل لاعب في مكانه، بهذا الشيء ما تقدرش تخلق يعني تصنع الفارق ضد فريق يعني كتله تاعو كانت جد منسجمه، وشفناه كيف يدافع. وقلنا من قوات المنتخب المصري هو المرتدات، يعرف كي يشد الكره كيفاش يروح بسرعه للامام، وشفنا بعشر لاعبين كان قادر يسجل علينا هدف ثاني. وشفنا اللاعب تاعنا كيف خرجها يعني راوغ الحارس واللاعب تاعنا خرجها. انا نظن هاد الامور اللي هاد المعطيات اليوم اللي تلقيناها، وهادو هادو هذا شيء مليح انك تلعب لا. تلعب يعني مباراه وديه، شفنا مع خصم وشفنا مع خصم اخر يعني بنقص عددي، كيف لازم في هذا الجانب لازم نصلحوا روحنا كثير. احنا عندنا مشكل لما نحاول نكونوا احنا متمسكين في الكره، هذا هو اصعب شيء في كره القدم. كي تكون اون بوزيسيون لازم تعرف كيفاش تلقى الفارغ. تعرف سمير حوحو حسين اشو ما هي النقطه السوداء في هذه المواجهه؟ لا هدف المنتخب المصري، ولا لقطه الكارت الاحمر، ولا اي شيء. اللقطة سنتابعها، حدثت بين بالماضي ولاعب فريق ويست هام الإنجليزي سعيد بن رحمة. لدينا لقطة ما حدث بينهما خلال تبديل بن رحمة في شوط المباراة الثاني. بن رحمة وبالماضي كانت نقطة سوداء، لأنه ما حدث بينهما لم يكن يعني أمام أعين الكاميرات. حبذا لو كان في غرف تغيير ملابس، حبذا لو كان بين الرجلين فقط ولم يكن أمام أعين الجميع. هل لدينا لقطة بن رحمة وبالماضي؟ ليس بعد، سنعود إليها بعد قليل. والجميع تابعها، يا حسين أشيو يا سمير حوحو، أعطيني رأيك في هذه النقطة. شوف ابراهيم بكل صراحه، يعني امور هذه مانيش باش نبرر التصرف تاع المدرب، ولا نعرفوا التومبيرامون تاع بالماضي. ملي ماتش ميكو شفنا نرفزه كبيره. درك علاش صارت اللقطه هذيك؟ كان هي عتاب على عدم تقديم الادوار التكتيكيه، ممكن سا بي باسي، مي ولا راه يعني بور لو شونجمون جو بونس كيما قلت كان قادر في الفيسيار يعني إيه. انا حسبت بلي عاتبو بوتيتر كي ما دارش الادوار، والعتاب ما يكونش بهذيك الطريقه، لا مش الطريقه هذيك يعني مش الطريقه يعني. بون قلت لك مانيش باش نبرر بالماضي، نعرفوا النرفزا، نعرفوا التومبيرامون تاع المدرب دونك. ولكن يعني انا شخصيا جيتي سوبري، فاجاتني ابراهيم اللقطه هذه، ما كنتش يعني رغم نعرف بالماضي تري نيرفو، ولكن يعني في ماتش اميكال اون بليس درك اسباب التصرف تاع بالماضي هذه، ولكن غير مبرر. اعتقد انها المره الاولى اللي تعامل بها بالماضي مع لاعب خمس سنوات في المنتخب الوطني الجزائري. دابيتود يحمي اللاعبين تاعو. نعم والله ما فهمتش، انا مازال ما فهمتش بالضبط واش جرى في هذه اللقطه. انا نشوف الصور ولكن ما على باليش، انا حسبت حسين يعاتب فيها، لا فيه كلام ولا المدرب هو اللي جبد اللاعب ولا اللاعب تكلم معاه، ما نقدرش يعني نعطيك واش كاين، ولكن انا نظن هذه الامور ما لازمش تكون عند امام اعين الناس.
نعم، ولقطة بالماضي وسعيد بن رحمة في هذه المواجهة، تبقى النقطة السوداء في هذا اللقاء الذي انتهى بهدف لهدف، وأكيد سيكون كلام بين بالماضي وبين سعيد بن رحمة في غرف تغيير الملابس لتوضيح الأمور بينهما فيما حدث في هذه اللقطة. لدينا هدف المنتخب المصري الأول عن طريق كرة ثابتة انتهت في شباك حارس المنتخب الوطني الجزائري موندريا. كيف جاءت هذه اللقطة؟ من تسبب في هدف المنتخب المصري في شوط المباراة الأول؟ اللقطة معنا نتابعها إن أمكن في لعبة التسلل، أعتقد موندي كان كسر مسيادة التسلل. مزاوية أخرى نظن يعودوا اللقطة، مزاوية أخرى هنا تشوف هنا. نعم هنا كان موندي كان تقدم بخطوتين، نصارحوا مع المهاجم، دخلوا لداخل ثم ما كاش تسلل وشنا تسجيل الهدف. أنا نظل هدف كرة القدم يغير كل شيء، أنا نظل هذا الهدف غير كل شيء، خلانا نزيد نتسرع أكثر. كنا متسرعين في بعد خروج اللاعب، كنا حايبين يعني نضغطوا على المنتخب. ماذا حدث بالضبط بعد خروج لاعب المنتخب المصري بالبطاقة الحمراء؟ كنا نعتقد أن المنتخب الوطني الجزائري هو الذي سيسيطر على المواجهة. نعم. والذي سيخلق الفرص، لكن العكس حدث. حاولنا في الدقائق الأولى مشينا الكرة، ولكن كان المنتخب المصري كان مازال ما عملش تغيير، ثم عمل تغيير تاعه وشفناه خرج يعني لاعب صانع الألعاب اللي كان وراء المهاجمين ودخل مدافع وخلى صلاح يلعب كإلكترون ليبر، خلاه في الأمام يمشي على اليمين يمشي على اليسار. من ثم احنا تسرعنا كثير، ما عرفناش كيفاش نمشيو هذه الكتلة على الأطراف، ما عرفناش كيفاش نعمل يعني تحركات ونصنع يعني جمل تكتيكية هجومية باش نباغت هذا الفارق. أين هو الخلل بالتحديد؟ شوف أنا نقول فردي وجماعي، أنا نقول كل واحد لعب الدور تاعه فقط. هناك من خيب في هذه المواجهة بكل صراحة؟ لا كاين لاعبين ما قاموش بالدور تاعهم. اليوم أكثر لاعبين ما عرفناهمش، خاصة يعني وسط الميدان يعني ما تقصد زروقي؟ لا أقصد زروقي، لا زروقي في بداية المقابلة كان أحسن لاعبين، استرجع عدة كرات. صحيح. لعب كرة على عكس المباراة الأخرى، لعب كرة للأمام مشى للأمام. كانت بداية تحسن مستوى زروقي، أول لقطة صنعناها هو اللي مدها المحرز ومحرز عمل تمريرة بالرأس، ولكن ما تلقاتش يعني مهاجم آخر باش يرميها لداخل. أنا نظن لا ما إحنا من ما كل اللاعبين يعني كنا تقريبا خارج الإطار، ما عرفناش كيفاش نتعامل مع الوضعية، لأن أنت تلعب بعشر لاعبين أكيد منتخب المصري خرج لاعب وسط الميدان ودنا صلاح كلاعب وسط ميدان هجومي وبقى بمهاجم واحد، ولكن هاد الزيادة العددية في الدفاع كيفاش إحنا نتعاملوا معها؟ هل إحنا بقينا أولا بأربع مدافعين؟ وهذا الشيء ما عملنا حتى تغيير في هذا الإطار، أنت تلعب بأربع مدافعين أمام مهاجم واحد، بقينا بأربع مدافعين ولكن الظاهرين تاعنا ما كانوش يصعدوا مع بعض، كانوا قاعدين يصعدوا في اثنين ويدخلوا لاعبين الأطراف، ونصبح كانت عندنا تكون عندنا يعني زيادة عددية في وسط الميدان. هذا الشيء ما شفناهش، قلت لك شفناها إبراهيم في لقطة واحدة وين دخل محرز دخل معاه اللاعب ومشى على الطال وعملنا على إثره سجلنا الهدف عن طريق سليماني. أنا نظن باش تفوز بمباراة كيما هذه لازم كل لاعبين يكونوا في المستوى، لأن هذه مباراة قمة محلية، قمة يعني مغاربية، لازم اللاعبين كلهم يكونوا في أحسن أدائهم باش تفوز بمباراة. أنا نظن حسين ولا تسمح لي إبراهيم، نظن باللي مجريات المقابله ما كانتش في صالح الفريق الوطني، كي بدينا 11 كونتر 11 بريمي كاردور حنا كنا مدوميني استحواذ تحركات الخروج ولكن بدون خطوره. هما كانوا يعني نو لاك دوسي يعني كي خرج اللاعب تاعهم شفنا باللي ارتباك، وانا وشي اللي زاد يعني شويه قلقني حسين سي كو سي ماتش مهما تكون نديه سي تا ماتش اميكال، يعني لانسيدونس تاع اون ديفات ما فيهاش، علاش تقلقنا فوق اللازم؟ تقلقنا شوف جوري كومبري كنت نفهمها كون جات مقابله رسميه،
يعني مقابله في اخرتها الهزيمه ولا ما عندهاش. دونك كنت متمني ترصد فيها معطيات المباراه اكثر. كنت متمني حسين اكثر رزانه اكثر، ما قري كنا خاسرين زدنا تقلقنا، وكي تقلق تي بار لي روبير تاعك، وكيما قلت ان مونك دو موفمون كانوا لي زيكسونتري ما يدخلوش باش بور بيرمتر وزاريير لاتيرو الزياده العدديه شكون اللي يقوم بها؟ سي المدافعين اللي يجيو من لورا. انا نقول ما كانش فيها تغيير تكتيكي كي كانوا مباشر وكنا خاسرين كما قال حسين، اونوري بي جوي بثلاثه قادرين يلعبوا بثلاثه كونتر ان سول اتاكون، ولكن بلوز امبورتون ابراهيم باش تشوف الفرق كي تعود في 10 10 كونتر 11 لازم تحرك، كي تحرك اللاعبين تشوف توجور لو جوار تاعك هذاك تستفاد من لو جوار زياده هذيك العدديه. حنا ما كانش كما قال حسين كنا سور بلاس، دونك هما ان سول جوار كان يحكم دو جوار، سي بور سا اللي ما بانتش لا ديفيرونس تاع الزياده العدديه، وما خلناش يعني تكتل تاع الفريق المصري. ما ترى انه اقحام قويري في منصب قلب هجوم كان خطا، وقويري الافضل توظيفه وراء المهاجم؟ اكيد انا يعني انا قويري نشوفه وراء مهاجم او على الاطراف، كان معزول بطريقه كان غريبه. معزول شوف معزول جدا. الشوط الاول تعمل قويري تعمل سليماني تعمل، ما تحكمناش في الكره، كنا نحاولوا نلعبوا على الاطراف ما ندخلوش يعني الكره، ما كانش تحركات كي ما يكونش تحركات. بعد حسين اصل لدينا تصريح اسلام سليماني يتحدث بعد نهايه هذه المواجهه. سليماني بعد نهايه هذه المواجهه طريقه حديث، وتحسوا مازال عنده رغبه كبيره ليقدم كل شيء للمنتخب الوطني الجزائري، والدليل ما فعله اليوم، دخل في الوقت البديل وسجل هدف في الدقيقه 94. انا الشيء اللي نحبه مع اسلام تعطي له 5 دقائق يلعبهم يعني بكل قوه وبكل عزيمه. انا اليوم اللقطه اللي استوقفتني هي ماشي الهدف، هي رجوعه في مكان عطال في اخر دقائق لما مشى عطال وفقد كره. اسلام سليماني جرى حوالي تقريبا 70 متر باش يغطي منطقه، باش تشوف يعني الروح الجماعيه كيف يلعب للفريق. هو مشكور على كل حال، ويبقى يعني من اللاعبين دائما اللي عنده اثر ايجابي على الفريق. شفناه اليوم دخل اعطانا في السجيد سجل وعدل النتيجه، ولكن نعاود نولي لك دائما المباراه اجماليا ما طلعتش للمستوى اللي كنا ننتظره فيه، يعني من نكونوا واقعيين يعني من الطرفين كنا نستناو مستوى احسن، لان الفريقين يعني عندهم قيمه يعني اكبر يقدروا يعطوا عطاء احسن. انا نظن الحكم كان شارك في هذا المستوى يعني المتواضع اللي قدموه. بكل صراحه يعني كانت المباراه كبيره على هذا الحكم. نعم انا نظن ولو رجع للفار كان ما فيهش اصابه، كان قادر يخلي كارت اصفر وتمشي بمباراه تكونتها وديه مباشره بعد الكارت الاصفر وخروج اللاعب في لا تحول للحاكم تحول الشوط يعني الاول في البطاقه ولا كانت هذه اللقطه ولا يحاول يعدل من نعم. من بين الاخطاء الرهيبه لهذا الحكم في هذه المواجهه هي هذه اللقطه بعد خروج لاعب المنتخب المصري بالبطاقه الحمراء، يعني اللقطه امامنا هي لقطه اللاعب كارت احمر، لكن كان قادر يخلي المباراه تتواصل. شوف هي نقولوا يعني حمراء ما فيهاش نقاش، لان اللاعب هذا تهور ولعب على الراس وفيه خطوره، ولكن كونها مباراه وديه ما قادر يخلي المباراه تمشي. عدت للفار الحمد لله، نعم. ما كانش هناك اصابه او دم. قبل ان نواصل الحديث عن البطاقه الحمراء مشاهدينا الاعزاء، نستمع واياكم الى اذان العشاء حسب توقيت الجزائر العاصمه وضواحيها، فلنستمع لصوت الحق. كما متابعينا من جديد، النقاش ساخن فيما يخص مباراة الجزائر ومصر، مثلما كانت هذه المواجهة ملتهبة بين منتخبين كبار. كنا نتحدث عن حكم المواجهة وقلنا بأن المباراة كانت نوعا ما كبيرة عليه بنظر إلى الأخطاء التي قام بها، حتى ضربة جزاء كانت واضحة للمنتخب الوطني الجزائري تغاضى عنها ولم يصفرها، وعندنا لقطة ركلة الجزاء التي لم يصفرها للمنتخب الوطني الجزائري في الشوط الأول. هذا الحكم ارتكب بعض الأخطاء، لا نتحدث عن لقطة طرد اللاعب المصري لأنه حتى التدخل كان خطير جدا على لاعب المنتخب الوطني الجزائري، لكن بعد الطرد تغيرت الأمور. إذا أمكن لقطة ركلة الجزاء التي لم يصفرها الحكم الإماراتي للمنتخب الوطني
الجزائري. سوف نتابع هذه اللقطة بعد قليل. سمير حوحو الحكم كان خارج الإطار. اكيد ما نقولوش كان خارج الاطار، ولكن كما قلت كانت لقيت لومو يعني اكزاكت مقابله كبيره عليه، حسينا فيه توتر كانه ان جون اربيتر. هذه مقابله كان لازمتها ان جراند اربيتر يعني صراحه اللي يكون عنده حكمه في تسيير المقابله. شفناه مرتبك وكانه كي طبق القانون مع الفريق الوطني كيخرج اللاعب وهو طرد يعني مستحق، مال شويه مع الفريق المصري ولا متردد في لي ديسيزيون تاعو. حتى ضربة جزاء شفنا يعني شرعية، وانا نطرح سؤال ما هي فائدة الفار كي تعاود تولي للفار وتشوف باللي ما ديكولي وما تصفرش، يعني ما شافش حتى ما خذاش ما با وقته باش يشوفوا كيما نشوفوا. لانه لو صفر ركلة الجزاء وسجلت من قبل المنتخب الوطني الجزائري تتغير المواجهة. اكيد احنا قلنا المنتخب المصري يخرج وتكون مساحات وتكون طريقة لعب اللي يحبها المنتخب الوطني الجزائري. المهم يعطينا حقنا يعني ضربة جزاء، وممكن كما قلت اكون سجلنا الهدف تتغير المعطيات وما نكونوش في الوضعية الحرجة اللي كنا فيها. لكن خليني نطرح عليك سؤال نتحدث بمصداقية في البلاطو. بالماضي دخل بطريقة 4-2-3-1، عندما يكون المنافس يلعب بعشرة لاعبين تكون هناك تغييرات تكتيكية، أليس كذلك؟ كنا نتكلم يعني أفضل في أفضل رواق للحديث عن الجانب الفني. نتكلمنا يعني خاصة كيبقاو يلعبوا باسو لاتاكون ليبر صلاح خلاوه ليبر، وانا كنت متمني كيما هضر حسين وسي على الاقل نديروا ثلاثة في الدفاع وليبريو لي دو لاتيرو تاعهم. ما شفناش لي زيد، انا شفت في الدوزيام ايتون شغل معمورة مبلوكي العروسي، حتى التغييرات كان يدخل شوية يخلي العروسي. التغييرات كانت منصب بمنصب. نعم. كانت منصب بمنصب، ما شفناش تغييرات تكتيكية، ما شفناش تغيير الخطة التكتيكية بغض النظر عن الهدف الذي وقعه وسلم سليماني. لماذا العقم من الناحية التكتيكية بالنسبة للمدرب جمال بالماضي؟ ما نقدرش نقولوا عقم، دوك هو كيفاش يعني يشوف يعني الاستراتيجية اللي عملها، ولكن في مباراة كل شيء يقدر يحدث، خاصة بعد يعني تأخرنا بهدف. هنا كنا ننتظروا بعد يعني التغييرات يعني التكتيكيه، ولكن هو قرر انه يعمل تغييرات يعني منصب بمنصب. شفنا عمورة على الجهه اليسرى، شفنا زرقان، شفنا كذلك عوار اللي اقحم في وسط الميدان، شفنا شعيبي يعني اللي غادر ودخل يعني كذلك غادر كذلك بالرحمة، يعني تقريبا تغيرات يعني منصب بمنصب. يعني اعطيني السحر في هذه التغييرات، اعطيني شيء يتغير من ناحية التكتيكية. ما حدث اي شيء، ما فيهش السحر. تقدر شوف ابراهيم، تقدر بلا ما تغير تقدر تحكم لاعب تبدل زيدو مناصب في الهجوم، دخل واحد وسط الميدان تبقى بثلاثة بدون ما تدخل لاعب. على سبيل المثال ما تخرجش قويري يولي يلعب مهاجم ثاني. كنا قادرين نمشوا بمهاجمين اثنين، كنا نثبت الدفاع والخصم راح يغلق اكثر ونلقاو مساحات على الاطراف، ولكن هذا الشيء ما شفناهش. ولكن واش قلت لك انا ابراهيم، تعمل تغييرات تكتيكيه وما تعملش، حنا كنا نلعبوا كما يقول لك الاري. هذا هو الشيء اللي ما سمحناش باش نخلقوا الفارق. شفنا لاعب يمد كرة ويبقى في مكانه، ما شفناش تحركات، ما شفناش لاعبين يعني واحد يدخل واحد يروح في ظهره، ما شفناش تحركات كثيرة. هذا كما قال لك حوحو دوكا الرواق الأيسر، شفنا لاعبين اثنين دائما في نفس الرواق، تعطيها العمورة ما كاش يدخل للوسط يخلي اللاعب يمشي في ظهره كما فعل يعني عطال ومحرز في نهاية اللقاء. أنا نقول لكل شيء هذا، شوف المستوى العالي اللاعبين هما يعملوا هذا الشيء ابراهيم، ما يستناوش المدرب حتى يعطيك. اللاعب هو ياخذ الانيسياتيف، اللاعب هو عنده تكتيك فردي كذلك. لاعب ما يستناش المدرب يقول لك راك صح. هذو لاعبين محترفين حسين، من غير المعقول ما يتبادلوش المناصب خلال المواجهه. لا من غير المعقول بصح، اليوم ما شفناش اللاعبين تاعنا مشاو للامام، ما شفناش هذاك لا سوبيريوريتي نيميريك، لاعبين تاعنا يمشي بالكره حتى يخرج له واحد وسط الدفاع باش يمدها. كنا نحاولوا نلعبوا اليوم كرات خاطئه كثيره، شونجمون دال تخرج برا، شونجمون
لاعب واثنين وثلاثة لعبوا الكرات للتماس تقريبا كل لاعبين عملوها. هاد شيء من التسرع ابراهيم، ماشي المدرب بيجي يقول لك انت راح تعمل ترانسفير في صدر اللاعب، ولا يقول لك انت يا راه الهجوم تاعهم ما كاش مهاجمين، مهاجم واحد لازم تمشي تطلع، انت تمشي وتطبع صاحبك تقول له زيد يمشي للامام. ولكن هاد الشيء بلا تحرك تكون عندك زياده عدديه وكل لاعب في يجي يستنى في الكره ما تقدرش تصنع الفارق، خاصه هما عرفوا يلعبوا كثير، احنا شفنا كيف اللعب تاعهم دائما واحد اثنين ثلاثه يغيروا يلعبوا على صالح بين الخطوط. حنا مع الاخير تعبنا لان بدينا نضغطوا على الخصم ولينا نخلو فراغات تقريبا قريب راحوا لنا في هجوم معاكس، صالح مدها قريب سجلنا الهدف الثاني، ماندريا كان سد الكره. يعني باش تشوف بعشر لاعبين راك ناقص لاعب واحد في الهجوم فقط، ولكن لما كما قال سليماني لما تكون عندك لاعبين عندهم عزيمه ويحبوا كما يقول لك حنا يسو ملتيبلي يمد كرة ويمشي ويزيد يمشي ما تشوفش هذاك النقص، دائما نشوفوهم في النهايه تلقاهم اثنين ثلاثه مهاجمين في انهاء الهجمه، وهذا الشيء العزيمه كانت نقدر نقولوا اكثر من المنتخب المصري. عطيني رايك في مستوى الفارق، رايك في مستوى سعيد بن رحمه اليوم؟ مستوى هو ولاعبين اخرين يعني ماشي سعيد بن الاطار، لاعبين كثير ما قدموش يعني الافضليه. شكون كثير احنا حنا لعبنا قويري لعبنا تقريبا نص ساعه ما شفناه سلم سكوره، ما وصلوش الكرات، هذه تعود للاعب قويري ولا نقولوا تعود للاعب، لما انت ما تتلقاش الكره في ظروف حسنه ما تقدرش تعمل الفارق. اكيد بن رحمه لمس كرات كثير ولكن دائما كان يزيد هذيك المراوغه زياده، دائما كان يزيد، ربما كان يريد يحسن اللاعب ولكن دائما كان يزيد هذيك المراوغه اللي تخليه تفقد الكره ونمشي في هجوم معاكس. انا نظن المنتخب المصري عرف جيدا كيف يسير المباراه. هذه هي كره القدم، احنا مباراه السنغال كانوا سيطر علينا الفريق السنغالي ولكن كنا نلعبوا بطريقه جد يعني تكتيكيه منظمه، واقفين مليح نعرفوا كيفاش نشدوا الكره ونمشوا في المرتدات. اليوم ما عرفناش كيفاش نستغل هذا النقص العددي، ما عرفناش كيفاش نكونوا يعني نمشوا الكره على العرض، نكونوا ما نمشيوش مباشره نديروا ديزاتاك بلاسي، احنا ما خديناش وقتنا. يعني هذه الدرجه مشكله بناء اللاعب تؤرق جمال لا في هذا اللقاء، في هذا اللقاء خاصه بناء اللاعب. المباراه الماضيه شفنا بنينا اللاعب وسجلنا 5 اهداف، ولكن اليوم خصم اخر، اليوم معطيات اخرى، اليوم عقليه اخرى، اليوم منافس عنيد، اليوم مباراه فيها مخالفات كثير، فيها التحامات كثيره، فيها ديبوش دينرجي كبيره، فيها التحامات، فيها ضغط، فيها كلش، ولو تبقى مباراه وديه ولكن لازم كل مباراه تعرف كيف تتعامل معها. لو نقولوا عندنا مشكله في السيطره على الكره وفي لا كونسيرفاسيون لا، في المباراه الماضيه لا، ولكن في هذه المباراة نعم. لماذا؟ لأن كان عندنا زيادة عددية، كنا قادرين نحكموا الكرة كثير، حنا العكس كنا نلعبوا وحدة اثنين ثلاثة نفقدوا الكرة، لا 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 حوح اخوي، حنا كنا متسرعين أكثر نقضيوا على المباراة بعد الكارت الأحمر، كنا نحاولوا نسجلوا بأي طريقة، لا لازم كنا ناخذوا وقتنا نشدوا الكرة أكثر، نتعب الفريق المصري لأنه راح يجري أكثر ويعمل كيلومترات أكثر، من ثم نلقى الفراغات ونصنع الفارغ. والأمر الإيجابي أيضا في هذه المواجهة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري العودة، نعم، بقوة والإصرار والإرادة، نعم، والجرينتا على العودة أمام منتخب قوي منظم، نعم، عنده حارس مرمى من العيار الثقيل، يعني تعود أمام منتخب مصري قوي ومنظم في اللحظات الأخيرة، هذا أيضا امور ايجابيه. في الشناوي كان حاسم، كان حاسم ايضا، كنت قبل لقطه الهدف كان لقطه اخرى تاع عوار، تاع شايبي، عوار شايبي وعوار، لا لا بن عطال توغل عوار ضربها، ضربها عوار. شوف الشناوي يعني في 5 دقائق الاخيره يعني شفناه اكثر من كل، انا كنت كلمت الدور تاعو كان اكثر من كل لقاء، ما شفناهش تقريبا حاسم، ولكن في 5 دقائق الاخيره لقطه عوار تقريبا لقطه محرز ردها على مرتين، على مرتين. ابراهيم انا كنت تمنيت، انا كنت كلمت مع حسين في الكواليس، كنت تمنيت الضغط اللي درناه في الدقائق تاع اللي ديمينيت مباشره كون درناه
20 مينوت قبل، نفس العزيمه ونفس الاراده، كنا ممكن تتاح لنا عده فرص وممكن رانا سجلنا هدفين او اثنين. شوف حوحو، بدايه اللقاء منتخب مصري كان متخوف منا، خلانا الكره وكان متمركز تقريبا في وسط الميدان، كان ينتظر، ولكن احنا التسرع تاعنا خلاته من دقيقه الاخرى يعني تجي هذيك لا كونفيونس، تجي هذيك الثقه بعد يعني عدم القدره تاع المنتخب تاعنا انه يتمسك بالكره ويتمسك باعصابه. كنا شفنا الجميع تحت الضغط، حتى يعني المدرب كان اليوم تحت الضغط، وهي اليوم مباراه وديه، كنا لازم اكثر نكون سيكو هنا مشينا في علاه تقلق، ما خسرنا ومن بعد من حاولوا نلعبوا. المدرب هو اللي كان مقلق ايضا في كوسيتي، هو لازم المدرب يؤثر، المدرب اكيد على اللاعبين في الميدان، باسكو يقول لك اللاعب يعكس تصرف المدرب، لو جوار رفلات لو كومبورتمون سون انترينور، تشوف مدرب كالم تولي كالم، نورمالمون سيتي ماتش اميكال يعني ما فيش نقاط ولا دونك ما كنا منهزمين. انا عجبني المقابله هذه، لكن هذه يا سمير، لكن هذه من شخصيه المدرب جمال بالماضي، يحب الانتصارات، يحب تحقيق الفوز في كل المباريات، ولهذا يتفاعل بتلك الطريقه، ولكن يعرف باللي تفاعل تاعو يأثر، ربما يأثر بالإيجاب، ربما الجرينتا والحرارة اللي جعلت المنتخب تعود جات من جمال بالماضي. الحرارة تكون اليوم ماتش ديربي، ولكن اليوم ما نقولوش ماتش ديربي، ماتش يعني كلاسيكو، لما تلعب الأقوياء ضد بعضهم كل لاعب كل مدرب يحب ينفرض نفسه على الآخر، وهذا شيء يعني معقول، ولكن احنا كنا ننتظر نكونوا، لأن احنا كنا في موقف قوة، احنا كنا ب 11 لاعب والمنتخب المصري كان بعشر لاعبين، احنا اللي كنت تكون عندنا اكثر رزانه، يكون عندنا اكثر هدوء، نحكموا الكره اكثر، لازم نلقاو هذاك اللاعب اللي راه متحرر، باش تلقى اللاعب لازم تمشي الكره وتخلي المنافس كما قلت يجري، لان راح تعبوا المنافس، تعبوا تمشي ترجع للحارس تاعك، ما كاش البلوك يعني المنافس هو ما متمركز جيدا، خليه حركه، خليه يمشي يمينا ويسارا، من ثم لما تلقى يعني ثغرة وتلقى اللاعبين متحرين تلعب عليهم وتزيد في السرعة وتمشي للأمام. عندك جوار زايد ديما تلقى ثغرة. سمير، هذه المباراة أدخلت الشك في نفسية عناصر المنتخب الوطني الجزائري؟ لا ما نظنش إبراهيم، لأنه ما حتى ولو المنافس لعب بعشرة لاعبين، حتى وإن كنا سيئين في بناء اللعب، الهدف جاء في الوقت البديل عن الضائع. لا جوستومون، ما لازمش نروحوا للسياق هذا، ناخذوا الامور الايجابيه. هذه انا عجبني المقابله، بون عجبتني لا سيتياسيون، وحنا عندنا مشكل فريق الوطني الجزائري ديما كونطوني موني او سكور ما نوليوش ولا بصعوبه، على ممر التاريخ سي ديفيسيل باش نوليو كونطون مان. احنا ليكيب دالجيري ستاتيستيك كي نمونيو رارمون وين نخسروا المقابله، كنت مان او سكور لا بروف لي ماتش كونتر سينيغال اون اموني او سكور، ولا كونتر كافير يعني باش نتكلم غير المقابلات الاخرين كملنا لي ماتش اليز، ولكن كونت اوني موني او سكور هذه سي بون سيتياسيون ابراهيم. قبل المنافسات الرسميه نقدروا نكونوا موني او سكور، الفو سافوار ريفونير خير من الطريقه تاع اليوم. صحيح، مهم جدا أن تعرف كيفية العودة في النتيجة، وخاصة من الناحية التكتيكية في هذه المباراة. حسين، ما هي الأمور السلبية والأمور الإيجابية التي يجب على الناخب الوطني جمال بالماضي أن يراجع الأمور السلبية وربما يطور الأمور الإيجابية اللي خرجنا بها من مباراة كانت مهمة جدا أكثر مما كنا ننتظر؟ والله شوف، أنا نحب هذا النوع من المباريات لأنه يعطوك معطيات كثيرة، يعطوك معطيات كثيرة يعني جماعيا وفرديا. اليوم لازم نستخلصوا الدروس، احنا لازم نعرفوا باللي المنافسين تاعنا اللي راح يكونوا في كأس إفريقيا أكثر، يعني نشوفوا المنافسين تاعنا اللي هما مالي وأنغولا وموريتانيا. شي مالي؟ بوركينا فاسو، عفوا بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا. هاد المنافسين تقريبا راح يتمركزوا في الدفاع وراح ينتظروا غلطات تاعنا ويلعبوا على الأخطاء للمنتخب الجزائري. لهذا هاد المباراة راح تفيدنا كثير، تعطينا معطيات. لو نولوا يعني الاخر كاس افريقيا اللي كانت يعني خيبه امل كبيره، كيفاش لعبوا لنا المنافسين؟ لعبوا على اخطائنا، لعبوا على نرفزتنا، لعبوا على عدم يعني القدره يعني في العوده كما قال حوحو بعد
بعد تلقي اهداف، لعبوا على العامل الذهني. احنا اليوم شفنا الحمد لله يعني لاعبين بعد التغييرات عودنا عرفنا كيف نضغطوا على الفريق، عودنا مشينا الكره على الاطراف وسجلنا هدف فرص وخرج تسجيل ودرنا فرص، يعني درنا اكثر فرص من اللقاء كله في تقريبا 10 دقائق. الحاجه الايجابيه هو قادرين نصنع فرص وقادرين نسجل اهداف، وشفنا كيف سجلنا 5 اهداف في المباراه الماضيه وكنا قادرين نسجلوا اكثر. ولكن جهة المعاكسة نقدر نتلقى أهداف في أي لحظة، نرفزة تخلينا يعني نفقد تركيزنا، نفقد يعني تمركزنا فوق أرضية الميدان، عملنا أخطاء كثيرة. نرفزة من بالتحديد، اللاعبين يعني أو المدرب؟ لا اللاعبين والمدرب كذلك لازم يكون غير منرفز باش يشوف مليح واش يجرى فوق أرضية الميدان. احنا ما شفناش كثير المدرب لأن كنا نشوفه في المباراة، شفناه في لقطة واحدة مع بالرحمة وظهرت أنه يعني كان غاضب جدا لا أدري لماذا. ولكن احنا هذه المباراة تعطينا معطيات كثيرة، لازم نعمل على جانب الاستحواذ، لازم نعمل مع منتخبات اللي راح يلعبوا ضدنا راح يتكتلوا في الدفاع وراح يكونوا كتلة يعني صحيح منخفضة ويصنعوا لنا يعني صعوبات كبيرة وتفادي تلقي أهداف. نعم في بداية نعم المباريات لازم المباريات تاع المنتخب الوطني، لأن احنا عندنا فرضيات في أي لحظة نقدروا نسجلوا، شفنا في آخر يعني في دقائق سجلنا هدف وكنا قادرين. لا ما كاش اليوم ما كاش اليوم ما صنعناش فرص كثيرة، اليوم اللقاء كله ما فيهش أكثر من 6-7 فرص، ما فيهش اليوم ما شفناش تشوف الجزائر مصر ولكن فرص صناعة الفرص ما فيش صناعة فرص كثيرة، ما شفناش يعني شفنا ندية، شفنا مخالفات كثيرة، شفنا لعب مكسر، شفنا كل شيء ولكن يعني فرص كثيرة ومباراة جميلة ماشي كما كنا ننتظرها صراحة. ولكن مباراة فيها معطيات كثيرة، أنا نقول للفريق الجزائري والطاقم الفني الجزائري معطيات كثيرة يعني فرديا وجماعيا لازم نعملوا عليها وما نقولوش هذه لأن هذه مباراة عندها معطياتها، يمكن أن هذا الشيء ما يعاودش يصرى في مباراة. والمهم من هذا كله ولكن استخلاص الدروس، لم نخسر اليوم مهم جدا. لا شوف وضعية كما هذه وصعوبات هذه تخرج بالتعادل، ما نحبش نمشي على هذه الإحصائيات تاع نخسر ولا نخسر، أنا نقول أنه نحب نشوف المنتخب الوطني حاضر لجورجي، ماشي تلعب 200 مباراة ما تخسرش ومن بعد تروح. أنا لعبنا شحال من مباراة ما خسرناش قبل كأس إفريقيا اللي رحنا وسقطنا أمام غينيا الاستوائية أكثر نعم. من 35 مباراة 35 صحيح، هذا ما ماشي معيار، مجرد براهن. إحصائيات مجرد إحصائيات، أنا نظن كل مباراة عندها طابعها، كل مباراة عندها يعني استراتيجية. نعم سمير حوحو، بسرعة النقاط الإيجابية والسلبية التي خرج منها بها جمال بالماضي في هذه المواجهة. شوف باش ما نطولش إبراهيم ونلخص في المقابلة يعني رأيي الخاص هو أن نسميها اليوم الهشاشة الذهنية تاع الفريق، بعد ما كنا منهزمين ما عرفناش كيفاش نولوا، باش نلخص يعني هذه مشكلة كبيرة. هشاشة ذهنية كي نكونوا ميني وسكور رغم فارق الفريق هذا المقابلة، وهنا نقول تعداد ثري جدا ثري جدا فرديا من اعلى مستوى. لا اسمع ما نخافوش من شيء هذا ونعرف بلي اون فيرا ميو دونك اون بي با كومباري كيما قال حسين كاب فير مع فريق كيما المصري يعني سي يعني دو نيفو ديفيرون. ولكن انا اليوم الهشاشه الذهنيه خاصه بعد ما سجل علينا الهدف كنا ديزورغانيزي ما لقيناش حلول. وما هي الامور الايجابيه اللي شدت انتباهك؟ قات هذيك الروح القتاليه، حراره الحراره الروح القتاليه لحمه بين اللاعبين شاهدناها، والانتفاضه هذيك تاع لي دي دانيير مينوت تاع التومور وين درنا 3 اوكازيون من الهدف. اكيد ما عجبتكش لقطه بالماضي وبالرحمه اكيد بيان سور اكيد على واحد ثاني. شوف نو مي ساريف انا نقول لك ساريف يعني ماشي سهله تكون مدرب تاع فريق وطني جزائري، على بالنا باللي الشعب ينتظر كل المباريات عفوا، ودائما المدرب هو في الميحك، لازم تكون في هذيك لا سيتياسيون باش تعرف ضغط المدرب. تبرر لقطه بالماضي؟ لا ما نبررش، انا نقول هذه اللقطه ما لازمش تكون فوق ارضيه ميدان لان ما تمثلش منتخب الجزائري. انا نظل
بالماضي يعني مقابله يعني وديه. معروف ما سي با سي با نون ترينر ما يكالكيليش ما يحسبش، هو جات وبالك مومو حب يعبر مع شعوره مع المدرب، ربما ما كان حتاش احنا برك رانا ربما طريقته باش يقول له كلمتين ولا انا لا ادري ما نقدرش نعطيك. من هنا شفنا غضب مدرب مجيها وشفنا رزانه وتاع تاع 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 بن الرحمن من جهه اخرى اللي هو بالك ثاني كان غاضب بعد خروجه، ولكن رزانه بن الرحمن في لقطه سليماني ورزانه بن الرحمن في لقطه بالماضي يعني رزين بن الرحمن الحمد لله ماشي ما كانش يعني ما كانش. شفنا في ايطاليا ربما شفنا يوما ما لاعب خرج وكانت يعني صاري مع لاعب في دكه الاحتياط ادم ليايتش لاعب نعم فيورنتينا نعم مع مدرب سابق لنادي لاتسو فيورنتينا كانت في يعني شفنا لقطه لا شفنا لقطه رده فعل للاعب والمدرب، ولكن اليوم ما كانش رده فعل اليوم مدرب شفنا غوارديولا غويرو شفنا كلوب مع عده لاعبين يعني نعم سيدي يعني تسرى 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 يعني ما لازمش نركزوا على هذه اللقطه ما لازمش نركزوا عليها. انا نقول نركزوا على المباراه فيه ايجابيات فيه سلبيات اكثر من ايجابيات، لازم نعملوا على اصلاح هذا الشيء. منتخب وطني صعيب باش تصلح هذا الشيء لان ما راحش تشوفهم كثير اللاعبين، ولكن الموعد القادم تصفيات كاس العالم نعم نوفمبر نعم نعم مباريات راح تكون مهمه كلها، وانا مليح تلعب هذه المباريات مليح صحيح. انا نقول ولو كانت خساره مليحه الخساره لينا، لاني لازم دائما اللاعب يسورو مي اون كيستيون كيما يقولوا، دائما يحاسب روحه، مدرب كذلك مر مباريات هكذا يحاسب روحه ويعاود يعمل يفكر جيدا يراجع حسابات. انا نظن مباراه مفيده من كل النواحي هذه، مباراه مفيده من كافه النواحي، والمهم من كل هذا هو تصحيح الامور في المواعيد القادمه التي تنتظر المنتخب الوطني الجزائري. وصلنا مشاهدينا الاعزاء لنهايه هذا الموعد الرياضي، كانت مباراه مميزه وكان بلاطو شيق هنا بحضور ضيوفنا الكرام. سمير حوحو يعطيك العافيه بارك الله فيك. يعطيك الصحه على الدعوه هذه وان شاء الله نكونوا وفينا. عندي تحيه لمدرسه كره القدم ترجي جيد كونستانتين، نحييهم ونشجعهم، وصاحبي هشام من قسم تناتير راهو وفي الحصان. وفي ايضا لبرامج الشروق الاخباريه، شكرا جزيلا لك سمير حوحو. حسين اشيو يعطيك العافيه بارك الله فيك. شكرا لك ابراهيم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الاعزاء شكرا على طيب الاصغاء والمتابعه، دمتم في رعايه الله.